فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن نطلب العلم ولله الحمد عند علماء أهل السنة الذين على منهج السلف، ولكن نضطر في كثير من الأحوال لبيان حال بعض الدعاة. نعم. نطلب العلم عند علماء السنة الذين على منهج السلف، ولكن نضطر في كثير من الأحوال لبيان حال بعض الدعاة من غير أهل السنة، بيان حالهم للشباب وبيان منهجهم، فهل هذا من الجدال والمراء المهين عنه؟ هذا ما يتولاه أي واحد من الشباب، إنما يتولاه أهل العلم وأهل البصيرة اللي يعرفون الخطأ من الصواب، ويعرفون كيف يردون وكيف يبينون. أما الشباب والطلبة المبتدئون فلا يدخلون في هذا الموضوع، لأنهم لا يعلمون كيفية الخلاف وما يقتضي الرد، وثانياً لو ردوا ما يحسنون الرد، بل يتشددون وربما يصلوا إلى التهاجر والتكفير، فهذا لا يدخل فيه إلا العلماء. نعم.